بالنسبة ل بين قوسين الثلاجة، فالثلاجة دابا الآن ربما نتحدثوا على أنها شر لا بد منه، ولكن ماشي نحطوا كل شيء. كاين الناس اللي يحطوا الخرشوف باش يخليوها رمضان، كاين اللي يحطوا الجلبانة باش يخليوها رمضان، كاين اللي كيقطعوا القزبر باش دير به القزبر والكرافس والمعدنوس باش نديروا به الحريرة لا غد ليه ولا من هنا ثلاث أيام. علاش ما نخرجش أنا النهار اللي عندير الحريرة نمشي نجيب هذا الربيع هذا؟ فالثلاجة ماشي كنقول أنا المغاربة حيدوها، ولكن غير نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها، نتعاملوا معها بذكاء. فالحمد لله حنا عندنا لا ديسبونيبيليتي في المغرب، عندنا كل شيء موجود. نبغي ندير الحريرة، داك الساعة نخرج نجيب ماطيشة، وداك الساعة نخرج نجيب الكرافس، وداك الساعة نخرج نجيب المعدنوس، وداك الساعة نخرج نجيب هذا القزبر. ربما غياخذ لك من الوقت، ولكن غتفيدك في الصحة. فالهدف ديالنا حنايا هو أننا نكونوا في صحة جيدة ونعيشوا واحد الحياة، وممكن بالتغذية ديالنا وبنمط العيش ديالنا والأعمار بيد الله أننا نزيدوا بعض الأيام في الحياة ديالنا. إذا زدنا بعض الأيام في الأسبوع ممكن نزيدوا أيام في السنة، ممكن نزيدوا أسابيع في السنة، ممكن نزيدوا سنوات. هذا فقط بنمط العيش. نعم، تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا أبوني في لاشين يوتيوب.